خبير في علم الأوبئة يكشف معطيات جديدة عن تلقيح الأطفال. بعد الخبر الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي زوال أمس الثلاثاء حول تلميذة في ربيعها الثاني عشر بمدينة سلا والتي أغمي عليها في الشارع العام مباشرة بعد خروجها من مركز التلقيح وتلقيها جرعة التطعيم، كشف محمد أمين بروحه خبير في علم الأوبئة معطيات جديدة بخصوص الوضعية الوبائية في المغرب وأهمية تلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة. وقال الخبير في علم الأوبئة خلال استضافته بالقناة الثانية ضمن النشرة المسائية: في البداية كنا نتحدث عن تلقيح 70% من المواطنين من أجل الوصول إلى المناعة الجماعية، لكن اليوم مع المتحول الدلتا الذي ينتشر بشكل سريع أصبحنا نتحدث عن إمكانية تلقيح 90% من الساكنة. وأضاف الخبير أنه من أجل تسريع وتيرة الوصول إلى المناعة الجماعية يجب استهداف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 سنة من أجل حماية الجميع. وأوضح بروحه أنه تم تسجيل عدة حالات للأطفال المصابين بفيروس كورونا، والهدف من التلقيح هو الحماية من الوصول إلى أقسام الإنعاش في وضعية حرجة، لكنه لا يحمي من الإصابة بالفيروس. وأضاف الخبير أن اللقاحات التي توجد حاليا تحمي من الإصابة بحالة حرجة بنسبة 90%.